نجي نسولك. انستغرام داكشي كتعطيك غير الصداع، غير هادي هادي دارت المكياج، هادي دارت هادي، هذا مشقت الكلب. انا كيعجبني شي حاجه اللي نستافد منها، ماشي نخرج على الدين ديالي ولا على سميتو، لحقاش داك الشيء ما غادي يفيدني والو. خص تكون عقوبات، تكون عقوبات حبسيه على الناس اللي داخلين هذا الميدان مطفرين عليه، تيديروا مثلا شي حاجه اللي ما مزياناش. احسن طريقه هي هذيك الشرطه الالكترونيه اللي تراقب ديما دوك الفيديوهات وتراقب مواقع ديال التواصل الاجتماعي وتحد منهم فيما تكون شي فيديو اللي ماشي هو خاص يتحيد. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اجي نسولك. سؤال حلقه اليوم في نظرك شنو هي الطريقه للحد من انتشار التفاهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ بغيتوا تعرفوا معنا على اجابات المواطنين، خليكم معنا نهايه الحلقه. اجي نسولك السيدي، في نظرك شنو هي الطريقه باش نحدوا من انتشار التفاهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الطريقه واحده هي نتبعوا داكشي اللي علمونا جدودنا اللي كانوا مأصلين والدينا، وطريقه اخرى هي نبداو نقراو الكتوبه. انت دابا سولتيني انا هز معايا كتاب غادي نمشي نقراه، حيت كتدخل داك فيسبوك وانستغرام ويوتيوب كدوز يلاه 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 الحاجه القصيره، كتمشغل الحاجه القصيره، شي حاجه طويله ما كديهاش فيها نهائيا، وكتحيد لك هذيك القضيه، كتحيد لك راحة باش تقراي كتاب، تقراي في لانتخودكسيون الاولى لا بروميير باج، وما كاينش شي حاجه اللي تعلمك المسائل مزيان هي الكتب. انستغرام داكشي كتعطيك غير الصداع، غير هادي هادي دارت المكياج، هادي دارت هادي، هذا مشقت الكلب، هذا ما كتجيب لك اوكين كولتور، ما كتعلم والو، وكيخرج راسك مكلخ. اجي نسولك اسيدي، شنو هي الطريقه للحد من انتشار التفاهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الطريقه هي خاص الدوله تدخل، اول حاجه تدخل على هذا الشيء، تدخل باش تبقى تراقب هاد المواضيع. شوفوا خاصهم يكونوا عقوبات، خاص يكونوا عقوبات، يكون عقوبات حبسيه على الناس اللي داخلين هذا الميدان مطفرين عليه، تيديروا مثلا شي حاجه اللي ما مزياناش، وكاين شي حاجه اللي ما نعموش ما نقولوش التعميم، كاين الافاده، كاين الناس يديروا محتوى زوين، محتوى هادف، تيعلمنا الشباب ديالنا شي حاجه زوينه، واللي تتكون شي حاجه يديروا بحال اوروبا مثلا، اوروبا مثلا في اليوتيوب ولا شي حاجه تيعطيك شي فيديو ولا شي حاجه ما تيطلعش ليك، الا غتقول شي كلمات نابيه ولا شي حاجه ما تيديروش. يعني هذا هو الحل، هو الدوله خاصها تدخل دير واحد العقوبات باش هاد الناس اللي تيديروا هاد الفيديوهات، يعني راه ما يمكنش غنقاطعهم، الا كنا غنقاطعهم راه غادي نكذبوا عليهم، راه بالعكس كاينه فئه تتقاطع اللي كاينه واعيه شويه ما غاداش تدخل، وكاينه واحد الفئه راه تتبغي تحب الاستطلاع، تتبغي تشوف، تتبغي يعني صعيبه المقاطعه. باش نقول لك انا في هاد العصر ديال التكنولوجيا وداك الشيء، يعني راه العيالات الكبار، الناس الكبار هما كل شيء ولا عندهم التليفون، يعني باش صعيب باش غتشرح ليها باش غتقاطع وداك الشيء. ولكن تنتمنى الدوله هي اللي دير واحد العقوبات حبسيه على هاد الناس باش يبقاو، باش شويه الشباب نقيو المجتمع ديالنا ويعطينا واحد الشباب زوين ويعطينا واحد نشوفوا القدام اللي مالا. شكرا. اجي نسولك لالا، في نظرك شنو هي الطريقه للحد من انتشار التفاهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ اش غادي نقول لك، انا الراي ديالي هو يكون واحد المستوى زوين، يكون يديروا لنا قنوات نستافدوا منهم، بحال حتى اللي ما كيكونش عنده الوقت باش يقرا ولا يسميتو، من يحل واحد القناه ياخذ منها شي حوايج بوزيتيف، ماشي يبقى يشوف عي شي حوايج ما مخيلة بالحياء ولا بالدين ولا كشي. انا ضد ديك الفكره صراحه، انا هاد الشيء ديال الفيسبوك وديال اليوتيوب وداك الشيء كعزيزين عليا، واخا ما كنديرهمش بزاف واحد الوقت محدد، ولكن نبغي نستافد منهم، يكونوا فيديوهات يكونوا زوينين وداك الشيء يكون على القنوات اللي كتمس بالحياء العام، خاصنا نقاطعوها. انا اش غادي نقول لك، انا الراي ديالي، انا ما كنتفرجش فيهم باش زعما نقول لك كل حر في هذه الحياه ديال ولينا احنا المسؤولين. انا كنهضر على الشخصيه ديالي، انا كيعجبني شي حاجه اللي نستافد منها، ماشي نخرج على الدين ديالي ولا على سميتو، لحقاش داك الشيء ما غادي يفيدني والو، غادي يروحني غير الهويه، شتي ما غاديش يعطيني شي حاجه دي. انا نبغي ناخذ شي حاجه اللي نستافد منها لراسي والبيت ديالي والمجتمع ديالي. واش فهمتي كيفاش دابا؟ انا هذا هو النيفو ديالي. اجي نسولك، في نظرك شنو هي الطريقه للحد من انتشار التفاهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
في نظري احسن طريقه هي هذيك الشرطه الالكترونيه اللي تراقب ديما دوك الفيديوهات وتراقب المواقع ديال التواصل الاجتماعي وتحد منهم. فيما تكون شي فيديو اللي ماشي هو خاص يتحيد، خاص يتسينالا، خاص يتحيد، وخاص تكون عقوبه بالحبس. وحنايا واش خاصنا نقاطعوا يعني المستهلك، واش خاصو يقاطع هاد القنوات اللي كتروج للتفاهه واللي كتمس بالحياء العام؟ اه خاص نقاطعوا. انا ما تنتفرجش فيهم مثلا، واخا كيطلع ليا كندوز داك الفيديو، ولكن كاين شي وحدين اخرين مثلا مراهقين صغار يدخلوا يتفرجوا فيهم، يعني نورمالمون خاص نقاطعوا هادشي. ولكن كاين شي وحدين صغار ما يعني ما كاين ما يفهموش زعما شنو هي المقاطعه، يعني اصلا يطلع لي داك الفيديو غيدخل يتفرج فيه. انت مع وضع قانون اللي كيقنن هاد الشيء، هذا الفيديوهات وهاد؟ اه انا مع داك الوضع القانوني انه يحيد بحال هاد الناس، ما خاصش يبقاو يلوحوا هاد الفيديوهات، واحسن يكونوا عقوبات قانونيه ويكون الحبس حسن. والى هنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، نلقاكم الاسبوع المقبل في سؤال مغاير كما العاده، معي انا ماجده القطبي على مشاهد 24 في امان الله.